معاكم إسراء صبري، أهلا وسهلا بيكم في اللوكرنا بتاعتنا. تعالوا كده نفتكر إحنا كنا فين. إحنا هنا وعرفنا خلاص مين هو الليد كومباوند الإريثروميسين وإيه الحاجة اللي في السوق بتاعته، وكمان عرفنا بنرسمه إزاي وعرفنا مشاكل بتاعته. نشوف بقى حل المشاكل. أول مشكلة عندنا اللي هي مشكلة السوليوبيليتي، نشوف هنحلها إزاي. لا إما هزود الذوبان بتاعه قوي وأخده حقن، لا اما اقلل الدوبان بتاعه واخده بالبق اخده قول. طيب لو انا عايزه اقلل الدوبان او ازود الدوبان، عايزه ازود الدوبان، فانا هعمل ايه؟ هعمل ملح. ملح، الملح بيدوب طبعا في الميه. هعمل ملح مع جلوكو سيكتيت او جلوكو هيبتانويك اسيد، ده هيزود لي السوليوبيليتي فيخليني اقدر اديله حقن. طيب كمان في املاح بتقلل لي السوليوبيليتي زي ملح الاستيريت، ده بيقلل لي السوليوبيليتي، معنى كده ان انا ممكن اخده اور. يبقى انا عندي هعمل ملح، لو انا عندي جلوكوسيتات وجلوكو فيتينويك اسيد دوت، اعمل ملح وزود السوليوبيليتي خد فوق. لو انت عندك استيريت قلل السوليوبيليتي وخده بالبوق. تاني حاجه ممكن اعملها ان انا اعمل استر، لاما هعمل اريثروميسين استولايت دوت بيبقى عبارة عن ملح وإستر الاتنين في واحد، فالصوت الملح بتاعه بيقلل لي السوليوبيليتي والإستر اللي أنا عملته فيه بيزود لي الأبزوربشن، معنى كده إن أنا ممكن مش مهم سيبكم من الأبزوربشن يا جماعة، خلينا إن أنا قللت السوليوبيليتي، يبقى أنا ممكن آخده إيه؟ ممكن آخده أورال. طيب إريثروميسين إيسايل ساكسينيت ده قلل لي السوليوبيليتي، معنى كده إن أنا ممكن آخده إيه؟ أورال برضه. هبقى نازل في الورقة اللي انا بجمعه، هبقى نازل الاشكال بتاعة الاملاح ديت بحيث ان احنا نبقى مجمعها. طيب المشكلة التانية عندنا اللي هي مشكلة الكرابس. نشوف الاول المشكلة ديت اساسا ايه سببها. يعني المشكلة ديت سببها ان في حاجة اسمها كيتال بتتعمل. الكيتال دوت، الكيتال دوت عندنا عبارة عن ان ال OH ديت وال OH ديت بتروح تمسك لي في الكربونة ديت. طب ليه؟ تعالوا نشوف. مش انا الدبل بوند O ديت بتسحب، يعني معنى كده ان الكربونة ديت بوزيتيف قوي، فدي نيجاتيف ودي بوزيتيف. طيب يبقى ديت ايه؟ بوزيتيف. وانا عندي ان هوت OH، فال OH ديت هتروح تمسك لي هنا كده، تمام؟ هي هتمسك لي هنا. وبعدين عندنا فديت بقت ايه؟ بقت عادية. طب وهي ديت الـ O ديت هترضى يعني كده؟ فالـ O ديت هتتحول لي الـ OH، الـ OH هتاخد لي H من المعدة و هتتشال خالص، تمام؟ يبقى الـ OH ديت اهي مش هينفع تتحمل المنظر ده، منظر الكربونة ديت لا تتحمل، فتروح عاملة لي ايه؟ مخليالي الـ OH ديت، مخليالي الـ double bond O ديت OH كده، تمام؟ الـ OH ديت هتسحب لي H من الميديم، هتسحب لي اتش من الميديم وتروح ايه جايالي مخليالي الحته ديت اتقلبت ميه. ووتر يعني ايه؟ اول ما يتعمل ميه على طول اعرف ان الكربونه دي هتمشي كده، تمام؟ طيب الاو اتش ديت بقى عندنا الكربونه دي خلاص فضيت كده، هتروح عامله لي ايه؟ هتروح جايه هدمالي هنا. المنظر دوت هو دوت كده اسمه كيتال فورميشن. الكيتال دوت هو اللي بيعمل لي الكرابس. طيب نشوف بقى عندنا حلينا مشكلة الكيتال ديت ازاي. جت شركتين عندنا حبوا يحلوا الموضوع، شركة أبوت وشركة فايزر. شركة أبوت عملت لي الكلاريسروميسين، شركة فايزر طبعا على ضعف عملت لي الأزيثروميسين. طيب نشوف بقى ايه الفرق بين الاثنين. شركة أبوت اللي عملت لي الكلاريسروميسين شالت رقم 6 او اتش، شالت رقم 6 او اتش، مش انا كان عندي هنا هو ادي 1 2 3 4 5 6، مش الستة ديت كان فيها او اتش من هنا؟ عملت ايه؟ شالتها لي وحولتها لي لميثايل ايثر، تمام؟ طيب استفدت ايه بقى من الميثايل ايثر اللي اتعمل دوت او ان انا شلت ال 6 او اتش؟ اول فايده عندنا زودت الاستابيليتي بتاعته، يعني
قللت ان هو يتكسر بالليفر الميتابوليزم بتاعه، كمان زودت لي اللايبوفيليسيتي فخلته يقدر يحصل له ابزوربشن من المعدة احسن، وكمان قللت لي الكرامبس شويه. ليه؟ لان هي بدل ما كان كتال بقت خلت او اتش واحده بس اللي بتهجم، سابي خلت الاو اتش التانيه ما بتهجمش. يعني ادويه عندنا زي الكلاسيت والتريوكلار. الكلاسيت يبقى نفهم من كده ان الكلاسيت اللي هياخد كلاسيت هيحصل له وجع في المعده، ده عادي يا جماعه. طيب الازيثروميسين ده اختراع شركه فايزر. شركه فايزر طبعا كالعاده على وضعها، عملت ايه بقى؟ جت شالت ال OH اللي في هنا، شالت الكربونايل، شالت الكربونايل اصلا، انت بتشيل ال OH ليه يا جماعة؟ ما الكربونايل هي اللي عاملة مشكلة. فشالت الكربونايل اللي كانت في رقم 9 وحطت لي مطرحها ان ميثايل. يبقى تاني عملت ايه؟ مش كان في كربونايل هنا، شالتها وحطت لي ان ميثايل. طيب دوت بقى افادني في ايه؟ اول حاجه خليته ستيبل للاسيد ديجراديشن، ما بيتكسرش بسهوله في المعده. كمان زودت لي الديوريشن جدا، فبقى الدواء بتاعي بيتاخد مره واحده بس في اليوم لانه ما بيتكسرش في المعده، فايه زودت الديوريشن، ده شيء طبيعي. كمان جريدر اند جرام نيجاتيف اكتيفيتي، يعني ايه؟ يعني خليته لي اقوى تجاه جرام نيجاتيف، واهم حاجه بس هي مش مكتوبه بصراحه، اهم حاجه ان هي ما خليتليش في كرامبس خالص، لغت موضوع الكرامبس ده ما بقاش موجود اساسا. موجودين في السوق حاجه زي النيوزولايت والزيسترون والزيستروسين. طبعا الزيسترون والزيستروسين من اكتر الحاجات اللي بتتصرف عشان خاطر علاج مشاكل الزور وكده. طيب تمام كده خدنا فكره عامه عن اللي بيحصل في الفلاريستروميسين والازيثروميسين. طيب نشوف شكل الاستراكشر نفسه اللي حصل فيه. انا اتفقت ان انا عندي في الكلاريستروميسين جه شال لي رقم 6 او اتش، يعني جه شال لي الاو اتش ديت خالص، فيبقى المنظر عندي بقى عامل كده. فمعنى كده ان انا عندي مش هيحصل الكتال فورميشن، امال هيحصل ايه؟ هيحصل هيمي كتال، يعني يبقى المنظر عامل كده. تمام ده ما بيتعبش البطن قوي، يعني مش بيعمل الازمه دي. دوت اللي موجود فين؟ في الكلاريستروميسين زي الكلاسيك. طيب شركة فايزر بقى جت عملت ايه؟ شركة فايزر جت شالت الكربونايل اللي في رقم 9 ده خالص، وحطت لي كمان بقى جت اللي هو كده، راحت حطت لي ان ماشي، بس هي الان بين 9 وبين 10 مش لغيت لي ديت يعني، وراحت عملت لي فيه ميثايل كده. تمام هو دوت مين ده كده؟ اللي هو الازيثروميسين اللي موجود في السيسترون وما الى ذلك. خلاص بقى شفنا المشاكل عملي كده، نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى أن الطريقة الجديدة بتاعة شرح اللي كنا تبقى عجباكم، وياريت فيدباك بس يتبعيس لي أشوف أنا أكمل كده ولا أرجع للصبورة بتاعتي الحلوة تاني. ولو حد عنده أسئلة طبعا يسيبها في الكومنتات أو يبعت على رسائل الصفحة. البوغد بتاع اللي كنا اللي هو أنت المفروض تفتح الصفحة وبتدوس على سند مسج، هتلاقي طلع لك بوت كده، امشي وراه وشوف انت عايز توصل لفين، يعني عايز اني فيديو متقسم، يعني انتي بيوتكس بيتا لاكتام نون بيتا لاكتام، طب نرسل طب سيتال سكور وما الى ذلك. ولو حد عنده اي اسئله هتلاقي برضو في البوت مكتوب توك تو ادمن اللي هو انا، فهيتبعت لي الرساله بتاعتك على طول. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب.